اذا حددناها ان انت بجولاتك انت اكثر واحد اشتغلت على هذا الملف بكثير من التقارير سواء بقناة الفلوجة او قبلها بالقنوات اللي كنت فيها اعلامي وصحفي متميز. وين اكثر المناطق ببغداد اللي بيها يعني يعانون هلا من كثرة معتقلين شباب بيها؟ نعم يعني تحديدا في بغداد اغلب المناطق التي يعني فيها مفقودين ومعتقلين وايضا يعني معتقلين بوشاية مخبر سري هي مناطق الدورة، مناطق ابو غريب، ايضا الرضوانية، اليوسفية، اللطيفية، هذه المناطق ايضا في الأعظمية هنالك اعداد كبيرة من المعتقلين، اضافة الى هذه المناطق المناطق الشمالية يعني في الطارمية، التاجي، المشاهدة، منطقة المشاهدة وباقي المحافظات العراقية الأخرى. طبعا يعني اليوم هنالك مناشدات تصلني يوميا من أهالي معتقلين، البعض يؤكدون بأن هنالك أعداد من المعتقلين من أبنائهم يعني مضى على احتجازهم سنتين أو 3 سنوات أو 4 سنوات ولم يتم التحقيق الأولي حتى هذه اللحظة معهم. تحقيق أولي لم يتم معهم في بعض يعني في كثير من السجون، في سجن التاجي، في سجن مطار بغداد، في سجن الكفل بمحافظة بابل، إضافة إلى السجن الآخر هو السجن الناصرية المركزي. وبالتالي اليوم هنالك مناشدات يعني لمجلس القضاء الأعلى وللسيد يعني وزير العدل القاضي سردار يعني بالنظر بهذه القضايا خصوصا قضايا المعتقلين وايضا اعاده التحقيق مع بعضهم خصوصا ان هنالك بعض من المعتقلين واعداد كبيره من المعتقلين يعني انتزعت منهم اعترافات بالقوه وب يعني اساليب غير يعني لا تقبل عليها حقوق الانسان. وبالتالي اليوم هنالك مفوضيات تعمل، مفوضية حقوق الإنسان تعمل على ذلك، إضافة إلى المنظمات الإنسانية تعمل على ذلك للضغط على إعادة الأحكام التي وصلت بعضها إلى الإعدام بوشاية المخبر السري. وبالتالي يعني اليوم اتصلت بي شخصيا اليوم امرأة من منطقة الدورة أكدت لي بأن لها 2 يعني أولادها اعتقلوا والآن هم في سجن يعني التاجي ويعني بوشاية المخبر السري أيضا، وحتى هذه اللحظة لا تعرف أخبارهم. إضافة إلى ذلك يعني اليوم المعتقلين في هذه السجون خصوصا سجن التاجي وكذلك سجن الناصرية يعيشون أوضاع إنسانية يعني مأساوية جدا، يعني لا توجد صالات كبيرة لأماكن احتجاز كبيرة خاصة بهؤلاء المعتقلين، إضافة إلى ذلك هنالك تفشي للأمراض الجلدية في هذه السجون وكذلك الأمراض الصدرية. يعني قبل أيام تكلم معي أحد يعني أشقاء المعتقلين في يعني أخ لأحد المعتقلين في سجن التاجي أكد لي وأقسم لي بالله أن هنالك يعني أعداد يوميا تخرج جثث للمعتقلين من سجن التاجي بسبب الأمراض الصدرية والأمراض الجلدية وباقي الأمراض الأخرى، نعم تدرن وغير ذلك. يعني هذا احنا وبالتالي اليوم راح نواصل التذكير بهذا الملف لأن هذه مسؤولية أخلاقية ووطنية وفوق كل ذلك دينية أيضا.